مساء الخير ومساء السعادة على كل الشعب المصري. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة واحنا طيبين، كل سنة واحنا مع بعض. وفي يوم مفترق زي النهاردة أكيد كلنا بنرفع إيدينا عشان ندعي البعض، ندعي البعض إن ربنا يحفظ بلدنا ويحفظ قيادتنا ويحفظ شعبنا وأهلنا الطيب. النهاردة إن شاء الله أكون ضيف خفيف عليكم في مكان أنا سعيد إن أنا موجود فيه، في حي الأسمرات. أحلى حاجة في الدنيا إنك أنت تعمل حاجة تسعد بيها كل الناس اللي حواليك، وإحنا النهاردة متواجدين علشان نسعد كل الناس اللي حوالينا، عشان نسعد أهلنا اللي هم يستحقوا إن هم يكونوا في مكان أحسن من كده. النهاردة إحنا في حي الأسمرات، حي الأسمرات كان البداية ولكن مش النهاية، في مدن كتير موجودة زي حي الأسمرات، ولكن إحنا تواجدنا النهاردة علشان فعلا نكون في وسط أهلنا في المكان ده، المكان اللي أنا سعيد إن أنا موجود فيه. بجد المكان ده كان حاجة تانية، والنهاردة فعلا كان مكان فيه مخاطر كتير، ولكن النهاردة أعتقد إن بقى مكان آمن ومكان صحي ومكان فعلا يخرج منه بيئة ونشأ طيب. فإحنا النهاردة متواجدين علشان زي ما قلنا إن إحنا ندخل البسمة على كل أطفالنا الصغيرين. بطلب من كل الناس اللي بتشوفنا، كل الناس اللي بتتابعنا دلوقتي، إن إحنا ندعي البعض. وعايز أشكر كل واحد فكر واشتغل وتعب إن يخرج المكان بالشكل ده، فعلا نقدم له كل التحية وكل الشكر. عايز أقدم كمان التحية والشكر لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن دايما بيسعى إن هو يوجد الأماكن اللي فعلا وحياة كريمة لكل مواطن مصري. فكل الشكر كل الدعم لكل القيادات المصرية. ما انتهاش الموضوع ولسه إن شاء الله مكملين معاكم ومع تيم سكاي دايفنج، وهنشوف إيه اللي هم عاملينه النهاردة وإيه الهدايا اللي جايين بيها ونازلين بيها من السماء علشان نسعد بيها كل أطفالنا ونسعد بيها كل أهالينا هنا في حي الأسمار. السماء